حضرتك كده شويه اسئله فنيه، مين الحارس الاول لنادي الزمالك؟ يعني كابتن طارق قال لي ما تقدرش ترقم حاليا دلوقتي. ابو جبل. ابو جبل ولا كلمه. بس انا ما بكلمك على ليه بقول ابو جبل، لان الفتره الحاليه لما كان جنش موجود هو اللي راكب والكونفدراليه والبطولات اللي فات كلها كان جنش ولا كلمه، كان ابو جبل لسه مش موجود، كان رجع تاني سموحه وبعدين دلوقتي. لكن حاليا من ساعه الانطلاقه محط كالترون جه وتعاقدوا معاه، ابو جبل ركب هو ابو جبل. راي حضرتك ان عواد يطلع اعاره؟ انا بشوف كده. ده طبعا مش عايزه كلام، وانا قلت الكلام ده على فكره معاك في 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 مداخله. يعني في الاربع حراس نفسهم اللي موجودين كلهم احسن من بعض. مش معنى ان عواد يطلع بره اعاره ان عواد وحش، عواد حارس كبير قوي. لكن ساعات انت بتيجي اماكن كتير قوي مروا على النادي الاهلي وعلى نادي الزمالك ونجوم كبيره قوي، بس الكيمياء مش ماشيه. هو جاب عرض على فكره ان نادي يتحمل راتبه، بس المستشار المتواضع قال لا لازم يمشي بمبلغ كويس، لانه جيب مبلغ كبير. جيب مبلغ كيبير، فلما هيمشي برضه جيب من الباب الكبير، فلما يخرج من الباب الكبير برضه. مفيش كلام، دي نقطه مهمه جدا. لكن انا بشوف ان ابو جبل الفتره اللي فاتت دي هو اللي راكب بشكل كويس. جنش بيرجع بشكل كويس، صبحي من الحراس الواعدين اللي جايين في الطريق. لكن انا بشوف ان عواد محتاج